أنا قاعدة ما أنت أدي هذا شيء أو ويلي جوارب إنه وحبطارته إنه ملك صوب حارته إنه فيس كسر مرارته إنه صم فشل من بارته إنه محيطه وحن قدارته وكذلك المهن لغو كان صدي ولغو محيطه لغو ديوي وهو والد أذكر له هو كان صدي صوبته هو كان صدي حواي وحدي أذوته أقوان أدي أذوته وسأسره هي سنة والد هي سنة marka aqoontaas amaanadaas cilmiga ah raba sida caadima ah inaad cunug ugu wareejiso inaad tahay cunug ugu wareejiso oo waxa heeto aad noqoto hooyo labaad xagga naxariista xagga dabacsanaanta xagga waxa heeto daacadnimada xagga sida ilmaha loo dhaqmayso tan kowaad laga hadlo waxa waa walaalaha way sheegeen tahiilul cilmi aqoon adina wadato faaqidu shay la yaqdi hada adi ewerta cunug waxa u sheegaysa horta waa inaad idilaac badan samaysaa وأنا ما ينبغي أخصه أخرسه وأنا محيطه كتب كل دوا أخصه أخرسه وأنا معلومات زاد علمي أو واسع وأنا وضعته وعنق وكذا حلاه ما شال الدرس يا بحر هذا حسنت السيمستر كورا مثل السيرة وكلا ده اللي يسي وكلاس أسكول لك اللي يسي أما معاد كده يسي أما جامعة كده يسي سيرة السنة كورا مك آخرية هذا أنا ما يركل لك آخرنا كتاب السنة كورا ك آخرية مك آخرنا هو كلا ك آخرنا أولا الشيخ محب كل الدوين الشيخ مكتوب هذا ك آخرية السيرة النووية هو كلا ك آخرية سير النووي أو الثيمين هذا آخرنا سير النووي علي محمد صلابي هذا آخرنا سير النووي أو شيخ هو كستوح وشيخ أما هو ديريا وأنا ملك في الدوق سوق الأغنياء وكان ساد علمي أو واسع أو متنوع وأنا وضعت وأذيك أسكت سيسي متى كلا لقاه روح الوعي الشديد مسكح سيدا باشرتي وأنا قفته واعية واعية أو إحفاسا أو واقع على صوب حيا بعد عاية علمي ما تكون نقضي بيا العباية نقضي شيخ يقول لا محي صفحاتك علمك يدك أهل علمك إليهن وأنا أخرسا وإذا لعك وسميسا ومخا وقت الجوي قد دقيا أما صيح على سير عرض أسكال ما ريسي أما همينك أسكال سيحيسي الجسير فيري صفحاتك علمك فيري صفحاتك دك محي أهل الأسوق حيا ما قف علمك لن كتب أنت كتب حالو سهرري بلها بسيط الله سهرري كفا إيدي سمركان سنوك لأنت أرضينا على إنا حوار التوافق أهم لسميس إنا إسفهمتان إنا على شيكس إنا سكابقل حاجز إنه سينك على الحين، وإلما سيد هذا يقول هذا كلام، واحد دونه هو يدي كلام بدون خوف، أبسل عن، وده جلس واحد وقبله، هذا كله حجز، أما إلما يرالو كأنه، وأنا يقول تفاعلنا، سيد إلما هذا كله هوس كارس وقال إلما كان هوس إسكابقين، وما أنا أرسع تجك تجك على كلهن، وأنا قط إلما إن الله هذا شحوار التفاهم، سيد أبايا شاف فروق الفردية، إلما ومهم أيضا معانك أن فروق الفردية الدنيين، وأكل دمنا شها أرضي ذا كل جوكته. كوا هو يسدي متي كوا هو يسدي بحيت أبيس كلا تجين كوا محيه تحانوسا كوا ظروف كلا كجرا وحياة وضعي المها كجرا وأنا كرتها مثلا قبل معلم عن قبل محيته صوتها وقبضته وأنا كراعي حصلت هذا ساعات هو غنته حمر يكاد على المعلم أي شيء قال هذا هذا مع الأدوح مو جديدة مع الأدوح مو جديدة هو يركض عرفت حمر على وده دليل المها صبح سوى كلا جالسي مايت أنا عدو وين أنا ما كان أسكت وكلا درك بعد أنا صوب حياته قبل أسمع منا ثمانية لما كان خصل كل ودي الباب كل دوع قاو ماي وأنا خاص أبو أنا أختي عمر تعال إني كده وأنت ظروف إلها كلام أنا كلا هبي صبح خصل هو كده هدا يا هو وقالوا المانة يا محاكوا له حلا مسيح المية وقالوا يير سلا محاد أهو أضيف صبح على سيل لوسع ستة ساعة أنا هو ده ما خل محاو محاو هو ده سنة سنة هذا هاي أبو هبي كجاد يا عمرانو هبي سبعين كيلو في وانيرد أنت قوي قيلا نالك أيوة دار ميور همين كيورن هل قلنا سيحنا مركا مس نالك نوعي دي ما بكون سيحنا كروير فهلك يا الله وعمر هذيك نفتي نوابا مستقبل كي نوابا بسين يلما ها مستقبل كذا كل عيار فهلك نسا ساجوما يلما عنو كنا وحفي على نقدر هذا أي نوحفي على وحنا كل حجرا مركا هذا فروق الفردي أجاوز عنو كلا رجع يجر هو يسلم تيجو وحتى قراو إسكلنا ولي عقولنا حلسنين وينو أدنى حرس كاهلا هو كلا سنة هو يرى حياة أو أبها ومعنا كبير روك عرفت كلا يا غبي أين أبو كبير ومعنا تقنو أبها أوي ويلك شبه يرفض هاي إنه نائم على قبره أولا معنا كوا أوي هالي قرم حار هالي قرم شيء مركو هرمه مست حار عنك دائما جاء قلبي يسي قلس جاء وهالك كيسا حسوسي إنت أنا قلت أبي ياسد نوشي كان سيد أبي اسمه ومروان هذه الحسوسي مركا وهو يريد دخنا وآوى أبها مكسوين إنه نائم على قبري مركا بعده مركا وإن الأقاتا ظروف تئمة وأن حريص يتفاهم إذا كان حياة مهم وإذا
مد كانت قدوة قضيشة أيضا وقبلها وبلاها شيئا مد القصص فقصص القصص لعلهم يتفكرون أنا أوشك يا سحياوة دعدويك وحياوة ضد كولاستي ضد فشل مي قرآن قصص فربنا لك بيهم محيها الله سبحانه وتعالى وكل شيء ومذكر الدول سورة يوسف كلية أنا وشك إلى إلهي هذا سبحانه وتعالى وهذا إلى تسوين كان وشك أبرت يا سيدك قول إيسان الله وحياوة دباتوين كان عاين تحديات جاء أنا أوشك يا سحياوة يددك ونكسنا سالحين أها إنا أبرت سيدك الله تربية اهتمام بالتربية الإيمانية تربية الإيمانية خرسوا أنها على قلبي وكبرت إنها يسوك سنجعل هذا إن إله يسوك سأبرت عروج محال جهربا يا غلام سمي الله كل الله وكل بيمينك وكل مما يريك محال الله شان سنجر سحابي جس بسم الله ده هذي وكل مما كعنت ميدك تكون استعمال هذا هذانا خاصة هذا كلنا أنت أشياء لسودري إيمان يا آداب لسودري يا أخلاق وصفات مركب تربية الإيمان إن حب صار عبادتي إن هذا كافي سنة صلاتي ويسدي كل يقول إن هذه أول نقطة قدوة يتصالح ونكسر إذا كل غيره محارة وطيارات الهتافة أين كلا ده قال أنت حيابها وما بلش ده يقول منا حتى عن شيء نين وهم حيته المقرب الله كيرني المعرب الله كيرني لما شباب ما دوم سيء سمع حيته أفكاره وطا هو قرب الله كان حد درجة أو حيوة تنسيد كنيني عن قلبي عمل قرنته كيف سمعنا لك الحلقة حبض يقول الكسوف بربال وهو دجال الكسوف كعقاد وكسوف رأي وب تبى أنا تكبر بيسو كي عرفت الله كأن عم حس رجالي ما قلنا لك عرفت إنه صاحب إنه حبار سيني هاي كحرك وحيابة هدامك وبوك لو بربري لو طلع قال مسكح نس إنه إيش لوجد وأنا أفك في جنتها وتكور قطها إعلامك عرفت سؤال الأول عيا وحلوة فخر مجاعة ما أنت لما يشب وحوتيك بينا فاش حنا إسليم يسوس ورانا يعني بلا هري يمكن عينا يعني marka meesaha sawirada moolasho weyn oo Soomaalida iyo Yurub ka sameeyeen ama Sweden iyo Iran ka sameeyeen ama Soomaaliya ka sameeyeen maxay eeglaamkan baa Soomaalida soo tusay meesha uu gaajada kaliye ka jirto meesha cadeeyana wax wax u jawaab malaayeen marka waxyaabaha soo gaad qasmul fikriga qofka in maskaxda laga dilo shacabkiisa la nacsiyo oo dadkiisa la nacsiyo oo Soomaalinimo ka faan ka anigu isku qaatay meesta koogay Soomaali kuuday mar walba Soomaali ku hadlay aym aksuhel ku aksuhel maska Soomaaliya tahay intay ma shalay baad hooyada inta ku dhashay marka istiqdaam luqad afkiisa inuu asal isticmaal luqada kale ta foriya kan inay u tahay hub asaga u wato inta luqada ummi ahem taadi hooyada luqada hooyay aleen hada masar waa lagu daray jaamacadaha carabta luqada Soomaaliga waa lagu daray luqad rasmi ah laga dhigay sawta maxay tahay waa shacab geeska Afrika digaayay adduunkan bedelay wayna afkooda barana markii ducada Mareykan ee loo diray Carabta Saudi laga diray oo beerka sare laga diray xawa soo kordhin waayeen diin waafaqin waayeen balna qaraab dadka diin ka tagay markii ay qurb Alle loo diray waxay badalay iskada Soomaalidu ay qaxaysaa tacbaan oo ilmihi jiideys markii qurbi tagen xijaabi meesha la qad jag masajid baa dugsiyaal dag maanta isbada ka socda ayaa wiisa yaa waxa sameeyay shacab soo qaxay oo soo jabay baa sameeyay oo dalkood ka soo kacay oo guuna laga qor Sudan biya waa umad dan oo soo jabtaan yar oo maxay hanto ayagoo kala daasan ya adduunka islaamku u xambaaray ogey oo dadka kala bedelay oo maxay marka waa in afkooda la bartaa baari luqadoodi ku shaayt iska ku hadlaan umadaha kala jaamacadaha waa lagu daray maanta in la barto marka adina aad u cunigaad ka hijro ka war afkaad ka faar ka war luqad kala fooriya oo ajnabi ah u isticmaalo adaan ma gaheegina guriga babis guriga af Soomaali lagu hadlo luqad kala ajnabi ah uu ku hadli karo luqadii carabiga iyo islaamku ku qoreen in aan barto asaaliibta kala sidoo kale durqo tatriisku way aftiijiko inaan maxay hadda taqaana culimka marba dari usluubu niqaash usluub jibriil ku iimaanay midka salaasalka jars ku soo galay si xoog leh markuu wixii culus wado oo jibriil ku iimaanay waxyaabo culus ahkaamku wado wuxuu ku iimaanaa si kulul sawda ka soo horay jajajada ka soo horay marka wixii marka culus yahay waxyaabo muhiim amaan culus gudbinaya marra si usluub niqaash subax waa iskar karine su'aalaha nab aku siinaysan cunugo soo jeesana waxa ay tahay waxa arta in macluumaad ka wareegsadaan wax muhiim ah tahay inaad saa ka hadasho usluub niqaash ah culus ah isticmaalaysan subaxna u qaboojinaysa sheekay qosol ku soo galaysa fukaah maanta ma maqashay waxa si maxaa dhacay qosol ugu bilaabaysa way soo wada jeesanayaan marka dariiqada markasta waa inaad bedeshaa dariiqada waa inaad bedeshaa sabr iyo tahammul waa inaad u leedahay maxay tahay tahdiyaadka xiyaabaha kaaga imaanaya waalidiin qalafsan ku imaanaya waalidiin ma waxa ku cayna ku imaanaya
والدين أم حيه تف أحكو احترامين أكو إيمانه المي مركا عنق إنه أحكو بره ست ترتيب الله هذا سا ست قالوا والدين تعنق بحق الدوس الشيء ودعوا كأقوى أكو إيمانه وحاصلوا حلقة مركا إن هذه أولاد هاي محيه تف توقات من أولاده تشجيع المي إلى علم رجع عليه سيسو أمانة دين إلى علم إنه إلى علم علم رجع عليه سيسو محيه تف وإذا ما ذكر هو وإذا بده مهم كأ مركا إخلاص سيدك الله ضاع عنهم مهمة دي المحاوة حرفة الأنبياء وحاها هنا محاوة شقدي أنبياء قم للمعلم أحمد سوق محمد قم للعمل وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا معانيك في قصة إنه نقضى وإلى معانيك إنه نقضى رسول في قصة تعالى مركا أمانة كاوريك سنيس المي إنا أصورته وأدر قاته إخلاص شقد على روح شقدي أنبياء وعكا ما تبعيسي مراعك مرها دينيسي دي محياته منصب كمرها دينيسي وإن نقطة أمانة رسول صلى الله عليه وسلم مكم الدين وحسوه قاله أسوك عمارا وحو موضا مذكورة سنة تاس أسوه الدين وقل إيه الوادي ما بينه وصاره تري عيسى بحكو لن مو بحكو كرنا ني يهودية هست وكسونا حرفتها شقينا حرفت غالة لغت العماء حرفان دوغير غير سماء حرفت دارة نرى المعلومات كانت داشة الحمد لله وحكا لها رادي محاوة شقدي أنبياء الله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم هل كاسا سوغي سامك الجنة إلهي باكو أبا مرلاي إلهي باكو سوغي سا إخلاص دا عنما إن أمانانا إكا أول إكسطو وغير كأولي قلاشا إذا مات ابن آدم قد عمله إلا من إحدى ثلاثة صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو إن نغطى وحان إن أمانة ديناد وإلهي باكو ما نيستي إنك إكاور يكسطه وضدك إيه مشد برينا يا ضدك كسر دعيان برينا إذا كسر دعيان وعلم نافع وإلى قيامه كل صعنة ونقدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.